وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناجحين في امتحان البكالوريا، وتعلمهم أنها تنظم أيام إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي أيام 18، 19 و 20 جويلية 2024. وخلال الأيام هذه تنجموا تتعرفوا على أكثر معلومات وتطرحوا تساؤلاتكم من خلال متابعة محاضرات حول عروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية، ومن خلال لقاءات مباشرة مع أساتذة جامعيين ومستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي لمساعدتكم على ترشيد اختياراتكم بما يتناسب مع مؤهلاتكم وميولاتكم. وزيارة معرض الجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني. واللي ما ينجمش يحضر في الأعلام الإعلامية الوطنية ينجم يتابع البث المباشر متاع المحاضرات على قناة اليوتيوب الخاصة بنادي العلوم بتونس، واللي يلقاها مسجلة زادة على قناة التوجيه الجامعي على اليوتيوب. وكان تحب تعرف المؤسسات الجامعية القريبة ليك والاختصاصات الموجودة فيها، تنجم تواكب الأيام الجهوية للإعلام على التوجيه اللي تنظمها الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية حسب الرزنامة الموجودة في دليل التوجيه الجامعي 2024. كونوا في الموعد لمواكبة هذه التظاهرات، وحظ موفق للجميع.